مرحبا يا شباب، كيفكم؟ معكم دوجن. اليوم بدي احكيكم عن الايفون 5. في شخص عم يطلع بوجهي عم يضحك علي، بتعرفوه كلكم، سليمي، مستر سليمي لاب. كيف الشباب؟ عم يضحك علي. اول مره عم بعمل انبوكسنج وكومنتري لالي قدامه، عاده انا بعمل معه لاله، هالمره هو العكس، هو قاعد وعم يتساءل علي. عكل يا شباب، اليوم بدي احكيكم كنت عن الايفون 5. طبعا في كتير تلت ارباع العالم ناطرته، اكيد مش انا، لكذا سبب تعرفوا انتو ليش، ما ضروري ارجع عدلكم. عكل هيدا كنت فاتحه انا ومجربه وكان عم شوفه اذا انلوكت وكل شيء. فانا هلا بس حفرجيكم شو جاي بالعلبة. طبعا هيدي العلبة، هيدا هو التليفون، طبعا هخليه للاخير هلا بنحكي عنه. مثل العادة بيجوا هون الكتالوجات تاعيته كلها والبن مشان تشيلوا السيم كارد. هون بيجي معه اليو اس بي والتشارجر يلي هو اللايت الجديد تاعه، هون بتنشك مشان تحطوها بالكهرباء، والايرفونز تاعيته. طبعا انا هلا الايرفونز، خلينا نشوف الايرفونز بس. حابب تشوفه؟ اوكي. ها هاي العيون سليمي، حنشيلكم الايرفون فرجيكم عليهم. هيا شالت يا رب. ها هاي فيك بأي وقت مشان ببقى تنتزع. هون هيكم ما شايفينها طريقتها شوي هي معقدة، بس الواحد آخر شيء بس ياخد عليها. هي هون أسأل شيء، بدك تشيل هاي ترجع هيك. أوكي أوكي، وبعدين بتشيلون. على فكرة كتير حلو شكل الإيرفون، ما هو شكل الإيرفون حلو، معمولين بفوتو مزبوط بالدينة، كتير كتير حلو. هيكم هيدي هي الايرفون بتاعت الايفون 5. عكل خلينا بالجد، ان هيدا 16 جيجا جايبينه، لون اسود، بيعطوكم مواصفاته سيريال نمبر، ما سيريال نمبر بتاعه كالعادة. الكتالوجات هلو عم بيخبروكم عن الايفون بشكل عام والبيسكس، كيف تعملوا الكولز ويعني كل شيء بيسكس للتليفون. فيكم تاخدوا فكرة عنه هون. وهون الانفو طبعا مثل العادة، ستيكرز الابل لوجو. شو رايك فيه سليمان؟ انت كيف حاسه؟ ولك انا الايفون محبين، انا شخص محبين الايفون، بحب الايفون عكسك انت يعني، ما بعرف يعني. بحترمه كتير كتليفون، وبالنسبه لي احلى تليفون طلع لحديت هلا كتاتش يعني. احسن من سامسونج اللي انت لويل له، وعرفت كيف. ما بعرف، هذا رايي بالموضوع يعني، ما يمكن اكيد في شباب حيوافقوني الراي وفي شباب اكيد ما حيوافقوني الراي، بس بالنهايه ليك كل واحد يعني، كل واحد راي معين، ما فيك تقنع الثاني. لو قد ما حكيت، لو قد ما تعذبت حالك، ما مزبوط ما حتقتنع. مزبوط معك حق 100%. خلص اللي بيحب الشغله ما في يغير، سبحان الله. يعني انا قلت لك يا سيمي قبل، انا حاولت وجربت بصراحه، خلينا شوي ان نخفف لهم بس البرايتنس للشباب. هذا هو الايفون 5 يا شباب. اللي اختلف عن الايفون 4S هو الطول، طول شوي، 4 انش صارت الشاشه. خليني احكي لكم شوي عن مواصفاته برجع بعدين بخبركم شو في شيء جديد. طبعا نزل باخر سبتمبر اول اكتوبر التليفون. بيجي تقريبا وزنه 112 جرام. LED شاشته، كاباسيتيف تاتش سكرين 4 انش مثل ما كنت حكيكم، 640 ضرب 1136 بيكسلز. هلا بيجي عندنا بروتكشن، طبعا غوريلا جلاس الازازي تاعيته، سكراتش بروف. بتعرفوا شيء الغوريلا جلاس جاي سكراتش بروف التليفون، فايبريشن ما فايبريشن، هدول الشغلات العاديه. هلا الانترنال ستورج في عندكم، فسر شوي يعني، سوري بلا مطول حديثك. سكراتش بس كلمة سكراتش يعني، السكراتش هو الغوريلا جلاس، جرح مشان ما ينجرح، مشان الجروح. الغوريلا جلاس في ناس ما بتعرف عن سكراتش يعني. اكزاكتلي، السكراتش هو الخدش يعني، ما بقول الخدش الشاشة، انا اذا وقع او وقع حاطه بالجيبة مع مفاتيح ما بيسلوش ابدا، ما بيسلو شيء. وهيدي شغلة كمان كتير منيحة، وهيني كل التليفونات هلا جاد عم بيستعملوها.
سرعته للتليفون اول شيء 1 جيجا رام بيجي الانترنال ميموري، وهو الستورج تاعه احنا عم نحكي كرامات 1 جيجا، بس هو الستورج تاعه بيجي منه 16 وبيجي منه 32 و64 مثل الاولانيه تقريبا. طبعا في بقلبه في عندكم الكلاود 5 جيجا، هي فيكم تشتروا الباقي مثل العادة. طبعا الايفون بتحب تدفع العالم مصاري وبتحب بقلكم حاصلتكم فيها عكل، لان بلوتوث طبعا 4.0 يو اس بي العادية 2.0، كاميرته 8 ميجا بيكسل، واخيرا بتعطي 3264 ب 2448 بيكسل، فيها اوتو فوكس، فيها ال اي دي فلاش طبعا يعني بتعرفوا، وايمج ريكوردينج طبعا، وتاتش فوكس يعني على الشاشه فيكم تعملوا التاتش، تعملوا فوكس من التاتش. هلا كله فرجيكم عليه على السريع. هلا انا بصراحه عم بحكي بشكل عام عنه، ما عفوت تفصيليا بس مشان الناس يلي ما عندها فكره عن مواصفاته للايفون وحابه تعرف، انا حاب هلا عم بعطيكم اياها على السريع. الفيديو بيصور 1080 بي 30 فريمز بير سكند، كمان بيضوي ال LED تاعه، فيكم تستعملوا LED، وفي بقلبه فيديو ستابلايزيشن يعني بتثبت اذا انتم عم بتصوروا عم بتهز ايدكم مثل ما انا هلا عم تهز ايدي، في بقلبه هالطريقه بتثبت هيدا كله. تاني كاميرا هي الادمانيه اللي هي هون جاي بالنص 1.2 ميجا بيكسل، هذه للتشاتنج بس، منا شيء اساسي. طبعا السوفت وير تاعه هو اي او اس 6 هيدا نازل، دويل كور 1.2 جيجا هرتز للتليفون، البراوزر اتش تي ام ال، في بقلبه جي بي اس، سبورت للجي بي اس، بيجي منه لونين الاسود والابيض، وبينحط له النانو، بينحط له النانو سيم كارد كمان، هيدي جبارونا فيها الابل انه نقص الميموري السيم كارد تاعنا للنانو، حجم النانو اللي هو الصغير مشان نضل مربوطين فيه للتليفون، اذا انتزع ما انتزع ما فينا نحطها بغير اباري. طبعا الاي كلاود سيرفيس قلت لكم عنها، في تويتر، فيسبوك، هالشغلات بقلبه، تي في اوت في بقلبه، في المابس، الاي بوكس، الاوديو فيديو بلاير، الايمج اديتر للتصوير. هلا بطاريته هي العاديه، البطاريه العاديه 1440 الام اي اتش تاعها 5.45 الوات تاعها. شو بك يا سليمي؟ ليه سليمي عم بيستلمي؟ سليمي حبيب ايفون، حبيب غرامه الايفون. هذا صراحه يا اخي انا ما حبيب الايفون وبحترمه كتير خيي. وقصه السيم كارد، ليك اول تليفون عملوا سيم كارد الصغيره، مزبوط عملوا كله الباقي شو عملوا؟ لا يعني لحقوه، بدهم يتبعوه على ستاندرد، كانت مش قصه لحقوه يعني ستاندرد. طب الايفون الوحيد اللي عمل ستاندرد قبل الكل؟ هو اللي بلش فيها، صح، هو اللي بلش فيها. شوفوا انا يا شباب بشغل لكم اياها، بليز اكون واضح، الايفون انا بحترم الهاردوير تاعه عن جد، البيل تاعه، الهاردوير، المتانه انا بحترمها بالايفون، بس انا اللي بكره فيه هو السوفتوير تاعه. يعني انا كهاردوير بحترم الايفون عن جد، طلع معك حق قصة السوفتوير انه بيربطوك بقصص معينة، يعني اذا بدك تنزل شيء ممنوع عندك تنزل غير بالاي كلاود او من خلال الايتونز اللي عندك على الكمبيوتر، ما فيك تنزله من غير كمبيوتر، مظبوط 100%. بس صراحة لك انا حملت تليفونات كتير مثل السامسونج وغير سامسونج، انا رجعت على الايفون ركض مثل ما بقولوا باللبنان، رجعت ركض على الايفون، وبنهاية مثل ما قلت لك يعني كل واحد عنده رأي معين وبيرتاح للتليفون عن تليفون تاني، مظبوط. ونشوف رأي الشباب هلا بكره كتير حيحضروك اكيد، وبنشوف شو رايهم شو بفضلوا. هلا لمحبين الايفون يعني انا اكيد مبسوطين هني من هالفيديو، التليفون حلو، مسكته حلوه، اخف من الاولاني على فكره، يعني شكله بروميسينج التليفون. لمحبين الايفون حيكونوا مبسوطين فيه للتليفون، شاشه كبروا لهم اياها اوكي. بالنسبه لي انا منها هالشيء الواو، صار ارفع واطول يعني، ما عملوا هالشيء، وصلوا لل 5.3 انش مثل الجالكسي نوت، او ال 4.8 انش مثل الاس 3 وغيره والاس تي سي 1 اكس، هون وصلوا لل 4 انش، واو معتبرين حالهم عملوا انجاز. بس بالنهايه برجع بقول لكم الهاردوير تبع الايفون هاردوير قوي كتير، متين، بيلقى كيف يعني بالعربي شبر شبرح، نحن عندنا باللبناني بيقول بيلقى دعك،
يعني متين بدب وحش تليفونات وحشي على فكرة، وحش تليفونات عن جد. طبعا مثل العادي هو صفور، هو زيته يا شباب، هني زيتون السفاري الكالندر الجاليري تاعه الكاميرا، يعني كلهم هني زيتون الساتينجز. تليفون ما اختلف كتير من ناحية الانترفيس تاعه الجواني، هو زيته نفس الشيء. هون بتشوفوا سوري الكونتاكت وفيكم والمسجينج هو زيته، هو زيته التليفون ما اختلف فيه كتير أشياء. أسرع بس من قبله، هو أكبر بالحجم، وإن شاء الله أنا بعملكم فيديوهات جديدة بخبركم عنه أكتر تفصيليا للتليفون، نكون جربناه أكتر بتحنيه أكتر. بتمنى أنه يكون فيكم. طبعا خليني أقول لكم على شغلي بس، هون صارت الجاك تعيته صارت الجاك تعيته للإيرفون من تحت، هيدي تعيد التشريج الجديد اللايت، حتى هيدي تغيرت اكزاكتلي. وكل اللي عندهم جايبين قطع لقلو على القديمة مضطرين يجيبوا الأدابتر الجديد ليشغلوها. الإيرفون ايه هت فرجيكم عليها لللايت، هيدي هي، هيدي هي حتى فرجون الفرق بينه وبين القديمة. ايه بليز. هاي القديمة، هاي حبيت أفرجيكم هاي القديمة وهاي جديدة، غيروها ما بعرف ليش لأي سبب يعني، بس هيك صار تشارجينج، هذا اللايت تشارجينج مثل ما بقولوا له. وكل اللي عندكم إذا عندكم كان القديم فيكم تجيبوا أدابتر، وتكون هون مثل العادي السبيكرين تعولوا من تحت، صوته صار أقوى طبعا. تشارجينج الإير دوك، عندكم الفوليوم أب وداون، عندكم تعيد السايلنت كبسة السايلنت من هون، الاون والاوف، وهون السيم كارد بينحط. طبعا كالعادة ما بتتغير بطاريته، انتزعت خدوه على الشركة بغيروكم اياها، بدافعوكم دم قلبكم، وما بينحط له اكسترنال ميموري كارد مثل العادة. اذا انتقلت الميموري عندكم مضطرين تفضوا داتا لتقدروا تحطوا اشياء زيادة اذا بدكم. تليفون حلو، يلي محبين الايفون حيحبوه. عكل يا شباب، اتمنى نكون فتكم بهالفيديو، ما تنسوا تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب، وبرجع بلاقيكم بحلقة جديدة. وسليمي بدك تقولون شيء للشباب قبل ما تسكر؟ بدي قلن ان شاء الله يكونوا بسطوا بالكومنتري وبسطوا بالتليفون، ما بعرف يعطونا رأيهم بالتليفون، رأيهم بين فرق بينه وبين غير تليفون هني بيستعملوه ممكن كتاتش. ايه مثل العادي انتو حطوا بالكومنتس تحت اي شيء عندكم رأي خاص، عندكم شيء بتكون تعرفوه عن التليفون لأقدر لكم عنه، او اذا عندكم شيء بالاولاني. ومثل العادي يسلخونا حبة اللايك، دلون يسلخوا فيك ليشبعوا ويسلخوا بعض زيادة. واذا حدا من اللي متابعيني ما بيعرفوه لسليمي، انا كمان حطوا لكم اللينك تعيت الشانل تعيته بالدسكريبشن لمحبين الجيمز والكول اوف ديوتي جيمز والفيرست بيرسون شوتر جيم. سليمي مالكا يعني، انتو بس بتشوفوا فوتوا على الشانل تاعيته وحتشوفوا اشياء كتير حلوة. بتمنى ان اكون فتكون يا شباب، ما حطول عليكم اكتر من هيك. ايفون 5 روحوا اشتروه، لي ما اشتري روح يشتري، تليفون حلو متين، محبي الايفون حيحبوه. السلام عليكم يا شباب ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.